الكعبة جالها سيل، الكعبة المشرفة، البيت اللي كلنا بنحلم ونتمنى نروح، ونروح مرة وعايزين نروح تاني وتالت وعاشر. قوم كفار قريش اللي فيهم ابو جهل وابو لهب وبتاع عايزين يبنوا الكعبة، فحطوا شرط، قال لك تبنى الكعبة من المال الحلال، لا بتوع الرايات الحمر يخشوا فيها ولا بتوع الربا يخشوا فيها. خلي بالك ده كفار، ولا بتوع الربا يخشوا فيها تتبني. ولذلك ما كملوهاش، ما حطوش فيها حجر اسماعيل، عشان الفلوس كانت يدوبك على الكعبة اللي انت شايف شكلها دلوقتي. وفي تفاصيل كتير، تاريخ الكعبة طويل، بس دي واقعة موجودة في الكتب، ان الكفار ما حطوش مليم حرام في الكعبة. قوم